برجع بذكر شو الاكزرسيس. شخص منكم بفوت بيقول جملة بس هي ذاتها، بس رح يفوت ثلاث مرات، إذا اضطرينا أربع مرات قديش بحس بيقدر يعطي الجملة بطريقة مختلفة. يعني فيني أنا لشو لابس البلوز الزرقاء؟ بلوز الزرقاء؟ بالزرقاء؟ ايه. فيني أفوت قلك لشو لابسة هيدا الزرقاء؟ يعني حتى بالسؤال أو بأول جملة فيني ألعب على الطريقة، وبالجواب يلي بده يجاوب بنقي مثلا الزرقاء. هاي شايفتيها زرقاء؟ روحي افحصي عيونك مثلا. نسيم تفضل. انت التوب 1 للاسبوع. انا التوب 1 للاسبوع. انت التوب 1 للاسبوع. لا انا مش التوب 1 للاسبوع. لا بس التوب 1 للاسبوع هو انت. بس شو التوب 1 للاسبوع هو انت؟ لا مش التوب 1 انا. لا بس انا متاكد انك التوب 1. متاكد اني التوب 1؟ نسيم تا هلا ها ها بس تساعدكم يلا رجع انت التوب 1 تنشوف شو بدك تعمل. نسيم انت التوب 1 هالاسبوع. انا التوب 1 هالاسبوع؟ انت الاسبوع اللي التوب 1. انت التوب 1 انا توب 1. وانت لشو زعلان؟ ممكن لانك توب 1 لهذا الاسبوع. لانك توب 1 لهذا الاسبوع. ما تقول له بدي لانك توب 1 لهذا الاسبوع. رفعت حلمين شعراتي. شعراتك بعقده حبيبي حياتي انت. بس عن جد هلا حلمين شعراتي. حلوين شعراتك. ما حبيتهم. ما حبيت شعراتي عن جد. لقيتهم حلوين. قلت لك حلوين شعراتك. حلوين شعراتك. ما تعيط علي. اللي بقلي الأسود عندي عشرة مهم اليوم. أسود؟ أسود مو بحس بيبقى عليك. لا أنا حسيت اللي بقلي الأسود اليوم. لا ما مش اللي بقلك. بس إنه الأسود منيح عشا وشتا وسقعة. عشا ما بحس الأسود حلو للعشا. خلص أنا شايف إنه لبق الأسود. ما عطاكي تعرفي شو عطاكي؟ شو؟ شوفي ما بتعرفي شو عطاكي. عطاكي عشا وثبت. تعم. ومهم. لبق الأسود. إنه عندي عشا اليوم. أسود أنا ما بحب الأسود. ما بحسه بالبالك. إنه حسيت إنه اليوم ساقعة وشتى هيك بالبقل الأسود خارج الطقس. ساقعة وشتى؟ وأنا فطسانة. بعد عشا مع مين؟ البقل الأسود؟ أسود مش لبقلك، وعشا مع مين؟ عطاكي عشا. مع مين كنت امبارح؟ امبارح؟ ما كنت مع حدا. امبارح مع مين كنت؟ رافائيل. امبارح يعني ما كنت مع حدا. امبارح انا شفتك. يا ما قلت لك ما كنت مع حدا. امبارح مع مين كنت؟ يا ربي ما تقطشي يا الله ما تقف المشهد حلو. شو؟ برافو رافائيل. استنى ما قلت لي انه ناوي تخرجني اليوم؟ أخرجك؟ وعدتني إنه رح تخرجني. وعدتك إن أنا أخرجك؟ لا ما أعتقدش إن أنا ممكن أخرجك، لأن أنا قلت لك إن أنا مشغول الأسبوع ده كله. بس وعدتني إنك تخرجني اليوم. أنا ما وعدتكيش إن أنا أخرجك أصلاً. مش كل يوم تقولي لي نفس الكلمة. بس يا عم
انا جهزت حالي حتى نخرج، انت وعدتني انك تخرجني اليوم. اخرجك من حياتي يا رب، انا قلت لك مش عايز اخرجك. اصلا لو انت راجل ما تمدش ايدك عليا اصلا. انا راجل وغصب عنك. بس يا عباس، عباس انت ناوي تخرجني اليوم. لان كان عم يتفرج عليكم. واو اجت كاب. برافو ولا محمد عباس. بس قليل والله. يا مسهرني الليل بعدك عايشني بوين. رفيق شفت جوالي؟ جوالك جوالك جوالك. لا ما شفت جوالي. عارف انا فين حطيته جوالي. يا مسهرني الليل بعدك عايشني بوين. انا من شفتك حبيتك. رفيق رفيق جوالي شفته؟ جوالك قلت لك ما شفته. يا عمي جوالي كان معك امس، انت اخر مره اخذته وانت تلعب فيه. جوالك شوي شوي جوالك اعطيتك اياه امبارح وكان وحكيت فيه وخلصت. يا مصاري الليل جوالك جوالك مش هذا هو؟ انت كده ترميه؟ انه جربت انا اعطيه يطلع من بس هيدا. منيح بس منيح يعني 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 ما لازم تقط شو كان انت كده ترميه؟ تاخده تقول له بلا ايه يعني عم بعطيك اكزت انا انه جوالك هي جوالي ايه وخده فل يعني عم بيساعدك تنهي المشهد بس انت كسا وقفت المال ما توقفه يعني بس كتير حلو يلي انعمل